كنا شرك طلعت له الله يسامحك. طيب عموما احنا معنا ضيوف اليوم نبي نرحب بهم ويعني نهنئ انفسنا باستضافتهم. اولهم اعلامي مؤثر حضر بالسوشيال ميديا، حضر عبر سنوات مضت منذ ان اسست برامج الواقع، كان في يوم من الايام هو رمز ولا زال هو رمز، لكن اقصد في كلامي هذا بانه كان متواجد في عبر قناة فضائية خاصة له، ولكن مع الأيام أغلق هذه القناة وقال أنا موجود معكم يا ناصر الغامدي وأنا واحد منكم. كان المرزام والنشاء عالي ومرتكز اليوم العقال مشخصبه ولابس الجاكيت الأسود. رحبوا معي بالإعلامي المؤثر علي آل ياسين. مرحبا بك يا شيخ يا علي والساعة المباركة، وتحية سالم بأبو محمد. مرحبا بك طارح المطر. مرحبا حياك الله يا هلا وسهلا فيك. مرحبا طارح المطر. الله يا مرحبا بالحضام من زمان. يا مرحبا حياك الله وياك. شلونك ساك طيب؟ الذكريات الماضية أبو. أي والله يا مرحبا. ما تلاحظ شيء؟ أول كنت تحضن كذا، الحين كذا. إيه. أبو عبد الله أولاً أمس تسمح لي هنا ونجلس. سالم خليك جنب هناك. ما نجلس. هنا يا شيخ. حلي هنا. الزاوية الثانية زين. هنا. أبشر. إيه لا أنت. أبشر. يا مرحبا. في ذا على قولت في ذا. في ذا. في ذا. في ذا. الله ميري حييك. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يسلمك ابو محمد ولا لا ابو محمد ابو نعم محمد مرحبا سلم احنا اليوم نقول اعلامي النجم المؤثر الله مستعان وحق لنا ان نقولك اعلامي لانك انت اسست قناه فضائيه الله مستعان وحضورك في الاعلام من تقريبا 30 سنه حضرت في عبر الكاسيتات ثم عبر الشاشات الفضائيه وانت انشات قناه فضائيه ثم قفلتها لاجل التفرغ والنفع العام للقنوات الاخرى اليوم انت موجود معنا اعلامي مؤثر نافع ابو محمد الله مستعان وانت الان يعني خلاص مع قناه الواقع الفضائيه حصري زين نسعد بذلك ونفتخر حقيقة أن تكون معنا خصوصا بعد اللوك الجديد طالع جميل يا مرحبا محمد أولا أمسي على هالجمهور الرائع يا أخي أخبر قناة الواقع جمهوركم فيه ولا عجيب ومو بغريبة ما دام فيها القامات هذه وأنت يا أبو عبد الله الله يعزك حنا ترى قاعدين نحش فيك برا حلو بس حش حلو حلو حش إيجابي حش إيجابي لو غاب هذا الرجل يمكن برامج الواقع بيها بلا بيجي سكتة بيها جلطة الله يعزك واسمع الطرح ذا اللي خلاني قلت ليت عندي براند والله لكن خلني أمسي على الجمهور الجميل الرائع كل الكاميرات لا باغاها كلها أنا وهنا كل مكان ها وزع أنذح القلوب وذي والابتسامات سهلة وشرف لي والله يا أبو عبد الله قلت إني شرف لي أن أكون في هذا الكيان يا حبيبي من أجمل الأيام وأجمل الليالي اليوم كنت معكم هي والله كنت نتحلم فيها تحلام هالليالي ولعل ان شاء الله تعود بحسن ظنكم وحطيتونا في الصلاه يجملنا بس عسى ما شر شكلك البرد صفك برد جاي لا باس لكن يوم شفتك خلاص بيطلع الشر ان شاء الله ان شاء الله لك كل خير يا مرحبا ابو محمد الساعه المباركه علي الياسين اعلامي نافع مؤثر عرفتموه اكيد لكن اليوم بس عقال ممكن اختلف عليكم واللحية يصبغ نصه ويخلي نصه الله يجزاه خير تدري لكن لازال شباب ما شاء الله لها سر هالصبغة دي والله شوف ما شاء الله لها سر ورق جدران مو بلح لا والله أم جود لما يصبغ يقول عاهد الله أنك تبقي شعار قلت ليك عشان تعرفون أنك شايب ما تلعب على الناس اللي يقول أم محمد أم جود أم جود إيه؟ ما شاء الله تقول عشان يعرفون أنك شايب إيه؟ ما تلعب على الناس أنك متشبع إيه فهذا العهد تمشري خليها نص ونص لا صبغت خلني الله يسعدكم الله يرفع قدرك أنا ما أقول ورق جدران أقصد من ناحية الألوان ولا اللحية لها قدره واحترامه ومكانتها في قلوبنا أنا فهمتها ما فهم فهم إيجابي ولا فهم سلبي أكيد إيجابي إيه لأنك إيجابي أنت أبو الإيجابية يا هلا بورق قلبك يا أبو محمد الساعة المباركة حضورك اليوم معنا نافع وإن شاء الله أبو محمد أنا حرص كل الحرص على تواجده معنا في قناة الواقع الفضائية وهو يعني ما أدري يسميه ابن لهذه القناة أو أب أو صديق أو ما أدري شو يسميه لأنه فيه ولاء وفيه انتماء غاب الفترة الماضية كان يتغلى شوي ولكن الحمد لله يعني وصلنا لاتفاق إن شاء الله جميل بأنه يكون معنا شرفي. وأنت نص نص يا أبو محمد يعني مع الشيبان عشان اللحية البيضة وفي الليل مع الشباب نبغى نكون في موازنة بالحلال مع كل واحد حتى مع منيب تكن ويبعث في برا أبو محمد هني أسألك الآن عن قناة الواقع الفضائية عن جمهورها في غيابك عدت الآن في أصداء سمعتها أو لا
فيه قوة في قبول أو لا. بكل صدق وبكل أمانة، وتعودنا دائما على الوضوح والمصداقية كما عهدناك من 20 سنة. الله المستعان. والله يا أبو عبد الإله، أولا شهادتي مجروح في قناة الواقع لأني محب لها، وزي ما قلت قبل شوي ما أدري أنا أبو ولا ابن ولا، لكن خل الفاملي، خلني الفاملي كلها العائلة كلها. لكن يقول لك المدح في الوجه، شو يقول المثل؟ مذمة. إيه. لكن قناة الواقع لها بصمة الآن صراحة وحضور، أعطيك إياها على بلاطة. أيوة. ترى أتابعكم بس مسوي نفسي إني. شكلكم بعيد ما أعرفهم. لكن أتابعكم، أتابع حساب أبو عبد الله، أتابع حساباتكم، أتابع وصراحة أغبطكم على أمرين، أغبطكم على تميز وأغبطكم على حب الناس. يا ربي لك. أغبطكم على هذا التواجد، وإنكم صراحة سحبتم البساط على قولتهم. أنتم الآن تصدرتم البرامج الواقعية. نتكلم وخلنا أكون واقعي، تسمح لي بس أكون شفاف. خذ راحتك مرة على الأخير. أكون شفاف مرة. نسمع يعني. أكثر واحد شفاف في إيه؟ الإعلام. يعني من يوم انطلقت البرامج الواقع الهادفة. إيش ضحكك؟ انتبه بالله يا أهلا. لا زلقة. أنا وسارة ما قدرنا نعديه. أبو عبد الله قل لا إله. البرد بحلال. البرد طقطق الشفايف. شوش والله ترى دفيت هنا شوي ولا برا. زين إنك دفيت. استأذنكم سبحانك الله وبحمدك. بعد الشوش جادوا الله. لا إله إلا الله. عبد الله تحت من أولها تحت الحلال. قل لا إله إلا الله. لنا نضحك هذا الواقع الرياليتي صدق. استغفر الله. الشاهد طنشوها تكفى امسحوها سونا منتجة يا شباب. لا خلوها حلوة زي العسل. فيوم انطلقت قناة الواقع البرامج الواقعية، يوم انطلقت برامج الواقع يوم انطلقت وتقريبا الهادفة طبعا، وأنا من أول برامج أنا فيها. يا سلام. لذلك عاصرت وشفت وحضرت وشاركت في قناة كذا وقناة كذا وكذا، واستضفت هنا وهنا، وهذا حسن ظن. انت سهل. اي والله حسنوا فينا عدة قنوات فضائية وكلها لها قدرها ومكانتها. يا سلام. لكن اقولها بصراحة، في الآونة الأخيرة قناة الواقع هي اللي تميزت. يا سلام. تميزت في برامج الواقع، صار لها حضورها وتميزها وتوهجها. وصراحة إذا عندك قلب، شوف العبرة إيش بالقلب، إذا عندك قلب نابض ينبض بالحياة كل الأطراف تشتغل. يا سلام. لذلك وجود القلب النابض الحي ذو الرؤية ذو الهم اللي عنده فعلا خبرة وتعامل، تأكد أن هذا البرنامج بينجح وبينجح حتى القناة. يا سلام. أنا يا شيخ هذه في خاطري سؤال ودي أسألك إياه. ما يستر. أنت جيت في برنامج السوق الماضي صحيح؟ كاريزما السوق. طيب كلها معظمها كلها. انا ودي اسالك سؤال، وش الفرق بين الماضي والحاضر؟ الان جيت انت شفت اللوكيشنات، شفت الكاميرات، شفت الاجواء، وش فرق الماضي عن الحاضر؟ مو جيت شفت، انا قاعد اتابع بس قلت لك مسوي نفسي ثقيل كذا. إيه. ولا اتابع انا اشوف حساباتكم، حتى انا ابو طلال، استاذ عبد الله الراجح، اخونا الغالي ناصر الحربي وصراحه في شيء في اجواء، في روح. الحمد لله كنت فطحت في روح، حسيت في روح. انا في وجوه جميله يا اخي. الانسان هذا وانتم ان شاء الله جمع كوكبه متميزه. يعني لما ناظر مثلا الحسابات طلال ابو محفظ الالقاب طبعا. نعم. عشان ما نطولها ولا المفروض اقول استاذ لكن محفظ الالقاب. عبد الله الراجح، ناصر الحربي، سعود العتيبي، فهد معيان، ويمكن لي انسى سامحني عشان كبر السن. كلهم يستاهلون. هم يستاهلون بس ذكرهم. كلهم ذكرهم. سهل. اي والله. اللي ذكرنا اسمه واللي ما ذكرنا. اي والله اللي ذكرنا واللي ما ذكرنا. لكن انا اقول انا اشبه صراحه هالنحل الجميل، النحل هذا الرائع الجميل الذي اتى حتى يخرج ذلك العسل للناس، جاء عند زهره جميله اسمها ناصر، اسمها ناصر الغامدي. هاي انا اعطيك تحيه على عباراتك يا رجل. لسه ما شفت انت شيء. كيف تلعب، انت كيف تشوف، هل تملك عيون؟ لا انا ما شفت سنتين اجمع انا. الله يسعدكم ويرفع قدركم. الله يحييك يا محمد. الساعه المباركه. الله يبارك. حضورك اليوم صراحه يزيدنا. جميل. والله اني صادق. لكن اسمح لي باسم كلمه. يلا عطنا كلمه. جالس برا يا ابو عبد الاله. ايه ما شاء الله قوه الا بالله.
ايش قصدك جالس برا جالس برا؟ يعني احنا ما لا جالس اتكي، احنا حساسين على فكره ابو محمد الله يستر. ايه انتبه، جالس برا يعني متكي هناك عند التمره فهمتني. لكن برنامج السوق، طبعا انا حضرت برنامج السوق السابق وكنت ضمن الطاقم الموجود، لكن اسمع الان يا ابو عبد الاله ايش التميز هذا؟ وش هالاغراءات هذه؟ والله قلتها ليت عندي اوريك الديكور، ما بعد شفته انت ماشي كور ورا، ودي اوريك اياه لو اخذ وياك دقيقتين شو نرجع. شرف لي ما شاء الله تعود خلوني عشان مع الجمهور تسولف معهم شوي. وش هالاغراءات؟ الحمد لله وش توفيق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وش هل انا ابو انا الشيخ علي ودي ابغاه يشوف الديكورات عشان اشوف وش الفرق بين الماضي والحاضر. انا اتكلم الان، اتكلم الان على مشروع تجاري. انت انا اقولها مو والله شوف على فكره والله ما قد اتفقنا على ريال ولا شيء، لكن صدقت ادعوا لنا المرسل طيب. لكن اقولها فعلا، اللي يدخل في برنامج السوق بهالتميز وتوهج القناه وتميز البرامج السابقه، وهذا بيكون اميز مع هذه الامكانيات، سواء امكانيات على مستوى الاداره، الاعلاميين، الاذاعيين، الفنيين، الفن، وعلى اطول صراحه بيطلع مشروع جبار. يا رب يا اخي توفيق الا بالله، تربي لك اسم. صحيح، رب لك اسم. اي والله رب لك اسم. كثير من الاسماء اعرفها انا داخل والله غير معروف، بعض بعض ابنائي واخواني ما خرج من هذا الا قدوا خلاص صاقع ترند وقد طق النجمه وقد اموره ماشيه زي الحال، طق الملايين والله يزيدهم ما شاء الله تبارك الله. اي والله، لذلك ما ادري هل في مجال اني اطلع واصير متسابق. لا ما انت ما مع مجلس النشامه الصباح. نصفك ونصف الاخر معنا في الليل. شرف لي الله يا رب. الله يعزك. طيب نورتنا يا ابو محمد علي الياسين، اعلامي نافع مؤثر في الوسط الاعلامي، رجل وطني ورجل يحمل كل الحب والتقدير والخير ليبثه للمجتمع وللناس، فزاده الله من